وصلنا إلى أسمة توك أوف ذا تاون، حيث بلشت المهرجانات الصيفية تعلن عن برامجها الفنية. وهالسنة أيضا محطة أساسية راح تكون بمدينة جبيل الأثرية، بعد أن تم إطلاق الأسبوع الماضي مهرجانات بيبلوس الدولية. مزيدا من التفاصيل بهالريبورت. عقدت رئيسة لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية لطيفة اللئيس مؤتمر صحفي بفندق بيبلوس سورمير بمشاركة وزير السياحة ميشيل فرعون والثقافة روني عريجي، حيث أعلنت خلاله عن برنامج المهرجانات لصيف 2016 بحضور رئيس بلدية جبيل زياد الحواط والفنانة كارول سميحة وعدد من الشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية. تفخر لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية بتقديم برنامجها لصيف 2016، وهو كالعادة حافل بالبرامج الموسيقية والفنية لجمهور متنوع المصادر والأعمار. وقد سعينا لأن يكون برنامجنا هذه السنة مميزا، خاصة أن جبيل هذه السنة هي عاصمة السياحة العربية. جبيل 2016 مميزة. 2016 جبيل هي عاصمة السياحة العربية. دور كتير كبير، حمل كتير كبير اشتغلناه نحن والوزارات المعنية وفي طليعتها وزارة السياحة من أجل إطلاق الحركة السياحية وتكون لبنان وتكون مدينة جبيل بهالإمكانيات المتواضعة جدا المالية مقارنة مع باقي المدن العالم ومقارنة مع باقي الدول العربية. قدرنا نحقق مركز متقدم جدا على ان تكون جبيل عاصمه لهذه المدن العربيه كلها. هيدا حمل كثير كبير، هيدي مسؤوليه كثير كبيره، هيدا واجب علينا وايمان انه جبيل لازم تضل مستمره الى الامام. العديد من الفعاليات والمهرجانات سوف تنطلق ابتداء من اول حزيران. هذه المهرجانات لها نكهه التمتع بسحر الفنون والتآخي والمشاركه بوعود السمر. مدينه جبيل ضفة الحرف وعراقة التاريخ ومفخرة لبنان السياحية وأهلها الطيبين المضيافين، تجمع بين أصالة الغابر وحداثة المعاصر. هالمهرجان اللي هو عمره أكثر من 18 سنة هلا صار بالتوالي، بكل الظروف بعتقد كان سباق، ودائما هو مهرجان كبير ومهم لكل لبنان بكل الظروف. وبالنسبة أكيد لوزارة السياحة هالمهرجان بالذات له أهمية كتير كبيرة. أما حفلات المهرجان فبتمتد من 15 تموز لغاية 9 آب بافتتاح مميز مع نجمة كارول سميحة، اللي راح تولي على المسرح بعرض مسرحي غنائي راقص إخراج جيرار أفيديسيان وكوريوغرافي سامي خوري برفقة 40 موسيقي وراقص وكورس. اني بمهرجان جبيل هاي السنه، هي مش اول مره، هيدا رح تكون المره الثانيه بوقف على بمهرجانات جبيل. اول مره كانت بال 2007 بمسرحيه زانوبيا، كانت مسرحيه تمثيليه غنائيه للفنان الكبير منصور رهباني. اليوم الوقفه رح تكون مختلفه تماما، اليوم صار عندي خط مستقل غنائي، رح يكون بعد شوي هلا بنحكي مندردش مع الصحافه هيك بنحكي عن تفاصيل العمل. انا بس هلا حبيت وجه لكم شكر ويكون أهلا وسهلا فيكم. وبتتميز لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية باستقطاب أهم الفنانين اللبنانيين والعالميين بكل عام، كما بتقديم حفلات وعروض مميزة خاصة بمهرجانات بيبلوس. وبتحافظ لجنة المهرجانات على مستوى مهرجاناتها عام بعد عام، مستوى بليق بمدينة الفينيقيين وعاصمة السياحة العربية لعام 2016.